السلام عليكم، والله مسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يا حبي رضا. أما بعد، حبيبنا في جمر يعني قاعد نشوف بالوسائل التواصل يعني عامة، من ضمنها الواتساب والسناب والإنستغرام، أنه في من الناس يحط طير على وكره برقعه ويقعد يصوت للطير ويصيح هاي هو هاي هو، والطير يحول من الوكر لين يوصله. هذا أمر يعني ترى خراب للطير، خراب للطير. الطير ممكن بعدين وانت قاعد بالخرة تلوح الطير ثاني يراعيه، ما تجي عنه، يحول من ورا ويقوم يكافخ ويطيح ورا ويرد مرة ثانية على الوكر لين يكسر حاله. عندنا طير يمكن الرابعة هو مفسر، والسبب العيب هذا. يعني واحد ربعنا نقول يا ولد غلط السالفة هذه، لا عادي هذا ولف، هو ولف، وين وين ولف؟ الولف مو شكل، الولف مو بوك برقع ويكافخ ويسوي. فأخواننا الجدد أهل الطيور اللي توكم ناقلين طيوركم، يعني أول سنة لكم، انتبهوا من السالفة هذه. ترى هذه يعني ما هي من صقارة نهائيا نهائيا. الصقار الصحيح يدبر طيره بالشيء اللي يفيد، مو بالخراب. هذه من الخراب، هذه طيور كثيرة ترى راحت. ممكن احنا احد الاخوان يأيد الكلام اللي قاعد اقوله ويقول صار عندنا طير الشكل وسوى شكل، فيه طيور جنب بعض تكون، وهذا انا مطبعه على صوتي ولا ادنات صوت سمع قام يتحرك وكفخ وسوى. وانا صوت الحين قاعد لوح الطير وجنب هذا الطير ينزل ويزحف لين يوصل طير ثاني يتشابطن، ان ما ذبحه تعور او عور الطير او. فانا ايش عندي؟ اسس الطير على الخراب. الطير يبي دبره من الاساس، دبره مضبوط عشان تطلع نتيجه طيبه باذن الله. مو اهم شيء يعني هوا بالي والحركات اللي شيله حط لي شيله وطقطقه اخوان احرصوا من العيب هذا. صار وفقنا وياكم جميع السلام.